السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ. وفيك الله يحفظكم. ربنا يبارك فيك. سؤال الشيخنا بعد إذن حضرتك. اتفضل. كتب أحدهم منشورا فقال واصفا فيه رب العباد سبحانه وتعالى فقال إن الله لا يمل ولا يكل. فقلت له لا يمل أتذكر فيه دليلا، أما لا يكل فلا أعلم فيه دليل. فقال ذكر دليلا على كلامه فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فهذا دليل صحيح على كلامه؟ لا يذكر يذكر أن الله ما مسه من لغوب وانتهى الأمر، بس فتحنا في المشكلة. يعني لا يمل الآية إن الله لا يمل حتى تملوا، الحديث عفوا، الحديث عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. والثاني على ظاهرها، الآية على ظاهرها ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يذكره وانتهى الأمر، ما تدخل نفسك في متاهة معه. جزاكم الله خيرا الشيخ، بارك الله في علمكم وحفظكم. وياكم.